السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وهو عن تاب سامسونج اللي عجبني جدا، وهو الاي 7 لايت. التاب ده يا جماعه صراحه بهرني جدا وعجبني جدا، وطبعا لما هتكمل معايا الفيديو للاخر هتعرف ليه انا فعلا التاب ده عجبني جدا. فلو انت مهتم ان انت تشتري تاب في الفئه السعريه ديت، فده هيبقى تاب مناسب جدا بالنسبة لك. قبل ما نخش في التفاصيل، تعالوا نعمل انبوكس سريع كده للتاب اللي معانا النهاردة، وبعد كده تعالوا نعرف ايه اللي عجبني جدا في التاب الـ A7 Lite. يلا بينا نفتح الكرتونة. تعالوا نتكلم عن التصميم. فالتصميم زي ما انتوا شايفين كده صراحة عجبني جدا، التصميم بريميوم جدا، وتحس ان انت فعلا ماسك تاب غالي جدا مش تاب في الفئة المتوسطة، لان التاب يعتبر جاي بتصميم من الالومنيوم، فتحس فعلا بالصرف اللي على التاب. وطبعا مع يعني رفع الموبايل او سمك الموبايل طبعا رفيع جدا، فدي حاجة صراحة مدياله شكل جميل جدا. وانا صراحة التصميم انا ادي لسامسونج فيه 10 من 10. وبالنسبة للشاشة، فالتاب جايب حجم 8.7 انش، وشاشة التاب دي يا جماعة فعلا هتديك تجربة مشاهدة للفيديوهات فوق الممتازة. انا صراحة الحاجات اللي عجبتني في التاب الـ A7 Lite يا جماعة هي الشاشة وتجربة مشاهدة الفيديوهات في التاب ده، فعلا يعني جامدة جدا جدا جدا. والتاب جايب رامات 3 جيجا وذاكرة 32، وينفع انت تزود ذاكرة داخلية عن طريق كارت الميموري بمكان منفصل لغاية 1 تيرا، ودي طبعا ميزة كويسة جدا. بالنسبة للكاميرات، فالتاب عموما يا جماعة محدش بيجيبه عشان خاطر التصوير والكلام دوت. اكترية الناس اللي بتشتري تاب عشان حاجتين، عايزة شاشة كبيرة او عشان خاطر الالعاب بس. لكن قصة ان انت تشتري تاب عشان خاطر كاميرا والكلام ده، اكيد ده مش هيبقى اختيار بالنسبة لك موفق ان انت تشتري تاب علشان خاطر التصوير. لكن عموما هو نازل بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل بفتح العدسة f2.0، وجايب كاميرا امامية بدقة 2 ميجا بكسل بفتح العدسة f2.2. وبالنسبة للاداء، فالتاب جايب معالج من نوع ميديا تيك هيليو b22t بتقنية 12 نانومتر. لكن صراحة تجربة لعبة زي لعبة ببجي مع التاب دي كانت كويسة جدا بالنسبة لي، وكانت مرضية جدا بالنسبة لي. فبالنسبة لحد عايز يلعب لعبة زي ببجي او عايز يجيب التاب ده عشان خاطر الالعاب، فبرضو هيديك اداء مرضي جدا بالنسبة للالعاب. وبالنسبة لنظام التشغيل، فالتاب جايب نظام اندرويد 11 مع واجهة سامسونج ون يو اي 3.1. اللي عجبني بقى يا جماعة جدا في التاب ده هي سماعات الاستيريو اللي نازلة في الموبايل. وكمان يا جماعة للعلم، هو نازل فيه سماعة من فوق وسماعة من تحت، فبتديك تجربة صوت فوق الممتازة. فتعالوا نجرب مع بعض كده ونشوف الصوت. وأن عذابي هو العذاب الأليم. تجربة الصوت صراحة يا جماعة مش عارف هي واصلة لكم ولا لأ، لكن أنا صراحة عجباني جدا، وهي تجربة ممتازة جدا جدا جدا. واخيرا بقى من الحاجات اللي عجباني برضو في التاب ده يا جماعة هي البطارية، لان التاب نازل ببطارية بسعة 5100 ملي امبير، وكمان بيدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. لكن النقطة اللي عجبتني فعلا ان التاب نازل بيدعم شحن بمدخل تايب سي مش USB، ودي تقريبا اول مرة اشوفها في تاب. فدي طبعا ميزة كويسة جدا ان التاب ينزل بمدخل تايب سي مش USB القديم دوت، فدي برضو صراحة حاجة عجبتني جدا في التاب. واخيرا سعر التاب عامل 3000 جنيه، فطبعا السعر ده مع المواصفات الكتير اللي انا اتكلمت فيها دي
اكيد طبعا ده اختيار موفق جدا جدا بالنسبة لك في الفئة السعرية دي. واخيرا طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش ان تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناة اول باول. وما تنساش طبعا انت تتابعني على الفيس وعلى انستجرام. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.